هنرجع تاني للصوره دي بس عشان معايا مداخله مهمه. المداخله اللي انا كنت عمال اتكلم عنها او يعني بتكلم عنه بقالي حبه كتير الحبه اللي فاتوا دول، بس هكرر الكلام تاني لحضراتكم قبل ما اخد المداخله. في ادارات انديه كثيره جدا ممكن تعاني من ازمات، ممكن تعاني من مشاكل، تسمعوا كتير قوي ان هم يا اما ما حلوش المشاكل، يا اما تسمعوا انه في لعيبه عندها مشاكل، يا اما تسمعوا ان هم انا اسف في اللفظ يعني بيعلوا او بيبقششوا او بيقولوا ان احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وهم ما بيعملوش اي حاجه. وفي ادارات انديه تانية، مش ادارات بصراحه، اداره نادي الاتحاد السكندري تمام، تعاني نفس الازمات الماليه بطبيعه الحال، عندهم مشاكل وعندهم نتائج ممكن تهتز شويه وعندهم ضغوط جماهيريه، ولا تسمع مشكله اللاعب ولا تسمع مشكله عند اتحاد مثلا يقول لك اصل ايقاف قيد، ولا في مشكله مع مدرب ولا لاعب في مستحقاته، ولا عنده مشكله مع جماهير، ولا عنده مشكله في تغيير اجهزه فنيه على الفاضي وعلى المليان، ولا اي ازمه، ويفضل الامور باينه واضحه للناس انه ده حب حقيقي لنادي الاتحاد. عشان كده اشاده يستحقها الاستاذ محمد مصيرحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، بهنيك جدا على المستوى اللي بيعمله الاتحاد الموسم ده. استاذ كريم كلامك فوق دماغي والله، كتر خيرك. ده اقل من حقك. لا والله كتر خيرك بجد، كلك ذوق وكل احترام، وبشكرك طبعا واشوف نادي الاتحاد يا رب كده في المكان اللي فيه باسم نادي الاتحاد. احنا يعني ما بنعملش غير اللي علينا، وبنحاول ان احنا نعمل حاجه يسعد بيها جميع اسكندريه وجميع نادي الاتحاد، اللي هي فعلا بقى لها فتره كبيره جدا بتعاني، وتشوف نادي الاتحاد مش في مكانه نفسها، تشوف نادي الاتحاد في احدى الفرق المقدمه للدوري، اشتركت بطوله افريقيه، اشتركت بطوله عربيه، ولكن في الاخر يعني نادي الاتحاد اسم كبير واسم محترم يليق باللي احنا ابتدينا بيه، ولكن لسه بدري جدا جدا على الدوري، ولسه بدري جدا جدا على الماتشات الصعبه اللي لسه ما قدمهاش، ولكن هي بدايه موفقه. النهارده بتلعب 3 مباريات بتاخد 9 نقاط، علامه كامله. شايف النادي الاتحاد يستحقها في ظل وجود لاعبين على مستوى عالي جدا 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 السنه دي. صحيح. وانا بقول لحضرتك كريم، حضرتك متابع جيد كل فرق الدوري وعارف كل فرق الدوري شكلها ازاي، ولكن المدير الفني الموجود الحالي زوران فعلا ولا اروع، مدير فني محترم جدا جدا. مزبوط. اكيد ان شاء الله مع الفرق الموجوده مع الاداره ان شاء الله يعمل حاجه تليق باسم نادي الاتحاد. الاتحاد السنه دي انا قلت حتى النهارده كنت كاتب الكلام دوت على تويتر، ان انتوا عملتوا ميزتين عبقريتين. اولا انت ضميت صفقات مميزه مش بالكم ولكن بالكيف، ده واحد، والاهم ان انت عملت صفقات جديده وهي الحفاظ على القوام الاساسي للفريق، اللعيبه المهمه للفريق اللي كانت متداوله في السوق انك تقدر تحافظ عليهم، في ظل طبعا زي ما دايما كنت بقول انه يا جماعه الناس دي بتبقى عندها امور ماليه صعبه وتفاصيل كثيره. صح صح، اتفق معاك طبعا، وانا يعني انا اتمنى وحضرتك بتقول حاجه اللي انا كنت عاوز اقولها، ان احنا مكسبنا او اللي انا نجحت فيه ان انا ابقى على هذه هؤلاء اللاعبين، ان انا ابقى على واحد زي مروان عطيه واحمد عادل ميسي وهشام صلاح، دول على فكره كان على الرادار ان هم يمشوا خلاص الثلاث لعيبه دول. وانا يعني انت لو حضرتك تحط نفسك مكاني لما تلاقي لعيب جاي له الاهلي او الزمالك، من الصعب انك تقنعه انه يقعد. صحيح. يعني فاهم ازاي؟ وممكن تقنعه انه يقعد فما يديلكش، ولكن ان يقنعك انه يقعد ويدي بالشكل اللي انت موجود فيه ده، يبقى انت اكيد عملت له حاله سياحية ان هو يتواجد بشكل جوه منظومه الفريق اللي هو كان ممكن ما يبقاش موجود فيها السنه دي. لا ولو تسمح لي اضيف حاجه كمان، يعني هو في الاول والاخر ما هو الاتحاد فريق كبير برضه، بس ما هو اكيد عشان الناس تبقى عارفه برضه الاهلي والزمالك هيدفعوا له دبل الرقم اللي بياخده في الاتحاد واكتر. بالظبط كده، وكان نادي الاتحاد هيستفاد ماليا. خلينا نتكلم جزئيه ثانيه واللي احنا محتاجينها، ولكن انا اصراري ان هم يكونوا متواجدين، وهشام صلاح كان خلاص على دار النادي المصري، وميسي على دار النادي الاهلي، مروان على نادي الزمالك، ولكن في الاخر انك تبقى عليهم بعد كده تجيب اللعيبه اللي هو على المستوى لنادي الاتحاد السكندري اللي هو فيه السنه دي، واحد زي موتو جنب مبلولو اضافه كبيره جدا، المهدي سليمان اضافه ولا اروع، بتكلم محمود علاء، بتكلم محمد الصالح، بتكلم عبد الله نصيب، بتتكلم على خالد صبحي، وده طفره يعني غير عاديه، خالد صبحي لعيب نادي سيراميكا وهو موجود معانا دلوقتي، لا لعيب محترم جدا جدا، ابراهيم حسن ان انت يعني تفعل بند الشراء وتشتريه من نادي بيراميدز ويبقى موجود معاك وناس كتير بتتكلم عليه. فالحمد لله يعني انا شايف ان هم يعني كلهم اسلام عبد انت كمان يا استاذ محمد عندك مواطن. عندك دلوقتي 2 مهاجمين جامدين قوي، مبلولو واوستن. اوستن الاثنين احسن من بعض. النهارده المدير الفني ان هو يطلع السيرد باك محمد الصالح وينزل مكانه مبلولو، يرجع مورو يلعب سنترال باك فيبقى موجود ورا
وبالشكل ده تلعب اتنين مهاجمين ما شاء الله عليهم مبلولو وموت، وواحد زي مبلولو هو يدخل هدف وان هو يعمل اسيست للهدفين التانيين، ده اكيد اضافه كبيره. الحمد لله ربنا، بس يعني واحده واحده كده نمشي جنب الحيط لغايه ما نشوف نادي الاتحاد بالشكل اللي بيقيسه نادي الاتحاد ان شاء الله. من الحاجات برضو الملفته جدا للاتحاد يا فندم، انا عارف انت عاشق للاتحاد، مش بس مجرد رئيس نادي الاتحاد، بتعشق الاتحاد زي ما كل المصريين بيحبوا الاتحاد السكندري، بس الاتحاد قعد موسمين، الموسمين اللي فاتوا كان يعاني دفاعيا بشكل مرير جدا، كان وصل لمرحله انه يبقى من اسوء الدفاعات في الدوري الممتاز. من الحاجه الملفته جدا الاتحاد السنه دي متماسك جدا دفاعيا، هدف واحد في ثلاث مباريات والاداء الدفاعي محترم جدا. واحنا جبنا كمان اربع لعيبه او ثلاث لعيبه في السنتر باك في قلب الدفاع، يعني واحد زي محمود علاء ومعاك ومحمد الصالح ومعاك خالد صبحي ومعاك ابقيت على عبد الله نصيب ومعاك مصطفى ابراهيم تحت السن او مواليد 2001 لحاجه، يعني اضافه كبيره جدا. وانا شايف الحمد لله يعني برضو السبب الاساسي في هذا الموضوع المدير الفني زوران، ان هو وظف اللعيبه على شكل محترم. النهارده محمود علاء موقوف مباراتين والنهارده ما يكونش موجود، ونادي الاتحاد يكون شكل الدفاع بتاعه شكل منظم جدا، اكيد دي اضافه كبيره جدا، واتمناها الاستكمال، اتمناها ان احنا نكمل على كده ان شاء الله. طموحك ايه بقى الموسم ده؟ بص، طموحي ان انا اشوف نادي الاتحاد في مكانه يعني طيبه، في مراكز متقدمه. مش هقول لك بقى ان احنا دلوقتي على المركز الاول، فاحنا هنكمل الدوري على المركز الاول او الثاني او الثالث او الرابع، ولكن في الاخر انا اتمنى نادي الاتحاد في احدى المراكز الخمسه الاولى، ان تلعب افريقيا، اشوف نادي الاتحاد بيلعب يوصل لنهائي كاس مصر، وليه لا انه يكونش يلعب حتى في وجوده في الرابطه برضه يبقى باداء طيب، ليه بس نادي الاتحاد؟ انا وليه لا يا استاذ محمد، وليه لا ما يبقاش اول الدوري؟ ايه العيب؟ ايه اللي يبعد؟ عندك مواهب ونجوم ولاعيبه رائعه والاتحاد جماهيريه كبيره وعظيمه، ايه اللي يمنع ان الاتحاد ينافس على الدوري؟ لو مشينا بالشكل اللي احنا موجودين فيه الفرقه دي بالشكل ده، نادي الاتحاد ممكن يكون في مكانه عظيمه جدا جدا، ولكن مطلوب مننا الاستمراريه والنفس الطويل. انا عاوز يكون النفس طويل للعيبه، واللعيبه كلها تبقى واثقه انها ممكن تعمل حاجه، تنسى بقى السنوات السابقه والمواسم السابقه، ويبقى عندها اصرار انها تعمل حاجه. انا عندي طموح كبير جدا ان اشوف نادي الاتحاد في مراكز متقدمه جدا جدا. حضرتك بتقول بطل الدوري او منافس الدوري، ليه لا ما تبقاش منافس الدوري؟ بالظبط. ولكن في الاخر انت محتاج ان انت تبقى مصدق نفسك ان انت عاوز تنافس الدوري، هو صحيح. دي المهمه. صحيح. ازاي تبقى انت عارف ان انت عاوز تكمل الدوري بالشكل اللي ليه نادي الاتحاد. صحيح. انا بقول كمان مره، مدير فني قوي جدا، لعيبه وسكواد محترم، واداره في ظهرهم، وجماهير ما يعني انا شهدت فيها مجروحه جميله، ما فيش احلى من كده. بالظبط كده، فانا شهدت فيهم مجروحه، ولكن في الاخر جميل الاتحاد تملي في حته ثانيه، وانا اتمنى ان شاء الله الاتحاد ان هو يكمل بالشكل الموجود فيه يا استاذ كريم. صحيح، استاذ محمد دايما موفق ودايما الاتحاد في مكانه رائعه جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ محمد مصير الحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.